هل وجودنا في هذا الوجود محض صدفة؟ أم هناك مصمم ذكي خارج الوجود أوجده من عدم أو شيء؟ وهل العدم ينتج المادة؟ وهل اللا شيء يصنع الشيء؟ هل في خلاء وملاء خارج الكون؟ هل لهذا الوجود بداية أم أنه أزلي؟ إن كان له بداية فماذا كان قبل البداية؟ ومتى نهايته؟ هل كان شيء غير الكون قبل أن يتواجد الكون؟ ماذا سيتواجد بعد فناء كوننا؟ أو وجود مغاير؟ أم سنعيد من جديد؟ أم سنقضي؟ لماذا نحيا؟ لماذا نحيا في هذا الوجود؟ ما السر في حياتنا وفي هذا الزمن بالضبط؟ ماذا إن لم أكن متواجدا؟ أكان هذا الوجود ليستمر بلا وجودي فيه؟ وهل وجودي في هذا الوجود أمر حتمي لا مفر منه؟ أين كنا قبل أن نتواجد؟ هل كان لنا وجود؟ أين؟ لماذا نعيش أساسا إذا كان الموت ينتظرنا؟ أليس من المفروض أن نبقى في العدم طالما ينتظرنا؟ من صممنا؟ هل في مصمم فعل ذلك؟ إن لم يكن هناك خالق أو مصمم فمن هنا؟ هل تصور لهذا الخالق تصور صحيح أم خاطئ؟ ماذا لو بعد الموت وجدت إلها آخر غير الذي كنت أؤمن به، مثل أهورا مازدا، إلوهيم، زيوس، رام أو شيفا؟ لماذا خلقت بشرا وليس حيوانا؟ لماذا خلقت ذكرا وليس أنثى؟ ما العلة من وراء ذلك؟ من قرر بدل عني؟ لماذا لم يستأذن مني المصمم لأتواجد في وجوده؟ فأنا هنا رغما عن أنفي، سواء رضيت أم أبيت. فمن يؤوينا إذن، المصمم أم التصميم؟ قبل أن يتواجد هذا الوجود لم يكن هناك زمن أصلا ليشرع الخالق في خلق الكون. لم يكن هناك مكان ليتواجد فيه حتى يخلق المكان. فماذا كان يفعل الخالق قبل خلق الكون؟ لماذا من الأساس خلق الخالق الكون؟ ألي حاجة فينا؟ ما هي؟ هل لأجل العبادة؟ هل لأجل المحبة؟ هل الخالق خلق الكون من أجل الإنسان؟ لكن الإنسان لم يتواجد بعد. هل الخالق يحتاج العبادة من الإنسان؟ وهل يحتاج إلى المحبة منا معشر البشر؟ هل الإنسان مهم في سر اكتمال ألوهية الإله؟ لو لم يوجد الإنسان في هذا الوجود، هل كان الإله ليكون إلها؟ إله من؟ هل الخالق يتكامل عبر الخلق أم أنه متكامل قبل الخلق؟ قبل أن يكون الخالق إلها ماذا كان؟ أإله كان؟ إله من؟ فلا وجود للإنسان بعد، لا وجود للكون بعد.
هل كان الإله ليكون إلها لو لم يخلق معبودا؟ هل الخالق ملزم أن يكون معبودا حتى يكون إلها؟ هل تتكامل قدرة الله مع وجود الإنسان؟ أم هو كامل القدرة سواء تواجدنا أو انعدمنا؟ هل خلق الخالق هذا الخلق إلا لسعادة نفسه؟ من خلق الخالق؟ من خلق الخالق الذي خلقنا؟ ومن خلق الخالق الذي خلق خالقنا؟ ومن خلق الخالق الذي خلق الخالق الذي خلق خالقنا؟ إلى أين سننتهي؟ هل في علة أولى؟ هل في محرك أول دون هذه السلسلة الطويلة إلى ما لا نهاية؟ فالفرق بين الخالق وبين من سواه، الأول أقدر من الثاني، والثاني محتاج إلى الخالق الأول. وبهذا الذي خلقنا لن يكون إلها لأنه في حاجة دائمة إلى خالق آخر. إذا كان الذي اخترع المصباح قد حاول جاهدا أن يعرف اسمه ويدون في التاريخ، فكيف يعقل للذي خلق الشمس أن لا يترك اسمه عليها؟ ما المحرج في الإعلان عن ذلك حتى لا نختلف؟ فنحن لم نختلف في وجود توماس إديسون، لكن نختلف في وجود الله وماهيته. غريب لمن يتساءل في عمق نفسه سرا هذه الأسئلة ولا يتجاهر بها أمام الملأ، متظاهرا بالإطمئنان الفكري. في حقيقة الأمر ليس اطمئنان، بل هو عجز، بل هو عجز فكري كما منع على البعض عدم الخوض في هذا العالم، بل يحرم دينيا أحيانا. لا أحد يفلت من هذه التساؤلات، مؤلهين أو ملاحدة، متعلمين أو جهلة، كبار أو صغار. إنها الفطرة، إنها الطبيعة البشرية، إنه التفكير والتفكر، إنه السؤال والتساؤل.